ندعو أستاذ محمد يحيى لأحمد بزيد بموضوع نماذج مشرقة من حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع الأطياف في عرض يأخذ 30 دقيقة إن شاء الله. يا سيداً لولا هداه وشرعه لم نعرف التحريم والتحليل، لولاك ما قطعت بنا عرض الفلا نوقاً تبارينا ضناً ونحولا، تجري بنا عنقاً فإن غنى لها حاد السرى نصت إليك ذميلا. الموضوع هو نماذج مشرقة ومتنوعة من حوارات النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع الأطياف. الحوار هو مفتاح التواصل ووسيلة التعارف بين الناس، وهو من أحسن الوسائل في إقناع المخالف وتبليغ الدعوات. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ودين وحسن خطاب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في حواره يعرض دعوته ورأيه في حكمة ورفق من القول مع الحلم والصبر والتعليم والتوجيه. والسيرة النبوية مليئة بالمواقف والأمثلة المضيئة التي ترشد إلى هديه صلى الله عليه وسلم في حواره مع الآخرين على اختلاف نوعياتهم. ومنها أولاً حواره صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من الأنصار يوم حنين. في غزوة حنين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف البعض بالغنائم تأليفاً لقلوبهم، وذلك لحداثة عهدهم بالإسلام، فأجزل العطاء لزعماء قريش وغطفان وتميم، إذ كانت عطية الواحد منهم 100 من الإبل. وقد تأثر بعض الأنصار بحكم الطبيعة البشرية وظهر بينهم ما يشبه الاعتراض على ذلك، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتراض وعمل على إزالته بحوار رفيق يتسم بالحكمة والرفق والود والحب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد أي غضب هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال رسول الله: ما أنا قال يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي وما أنا من ذلك. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم، أي فدخلوا، أي تركهم يدخلون، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله، وعالة أي فقراء فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أنا والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترشعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟
فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. رواه أحمد. لقد اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في حواره هذا مع الأنصار أسلوبا تربويا حكيما ورفيقا، خاطب فيه عقولهم وعواطفهم، فكانت النتيجة أن انقادوا طائعين راضين بقسمة الله تعالى ورسوله. قال ابن قيم الجوزية: ينوه بما في هذا الحوار النبوي من النفع. ولما شرح لهم صلى الله عليه وسلم ما خفي عليهم من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين، ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من عود رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم. ثانيا، حواره صلى الله عليه وسلم مع الجاهل. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه أي كف. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه، أي صبه عليه. رواه البخاري. نعم، يقال شنه يصبه. نعم. قال ابن حجر: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا. وقال النووي: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا، وفيه دفع أعظم الضررين لاحتمال أخذهما. ثالثا، حواره صلى الله عليه وسلم مع العاصي. كان صلى الله عليه وسلم في حواره مع صاحب المعصية يترفق به ولا يقصر النظر على جرأته على معصية الله فيعنفه، بل يلمس جانب الخير فيه فيحركه بمنطق الحوار العقلي والقلبي الذي يعلم الجاهل بحلم ورفق، ويأخذ بيد العاصي بحكمة وود محاولا إرجاعه إلى طريق العفة والاستقامة، بل ويدعو له بالهداية والطاعة. ونأخذ مثالا على ذلك، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا، في بعض الروايات أنه من قريش، إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه هنا تكرر، مه اسم فعل بمعنى كفة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا منه قريبا فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ ثم وضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد. ثالثا، حواره صلى الله عليه وسلم مع الكافر. نأخذ مثالا على ذلك من سيرة ابن هشام. روى ابن هشام في السيرة النبوية أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قريش قال لقومه: ألا أقوم إلى محمد فأكلمه؟ نعم. ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد. فقم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم
وكفرت به من مضامن آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع، قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، بذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. لما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليه ما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. ففي هذه القصة دروس عظيمة وأصول نافعة وآداب جليلة في باب الحوار، ولو استرسل الحديث في شأنها لطال المقام. والذي يعنينا في هذا الصدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الاستماع لعتبة، وقال له: قل يا أبا الوليد أسمع. وظل عتبة بن ربيعة يتكلم بلغة المتعالي بهذا الكلام المتهافت الذي يثير الغضب، والذي حشوه التهم الباطلة والاحتمالات البعيدة التي لو وجهت لأحد من الناس لثارت ذوائره وحق له، ولم يسمح لمن واجهه بها أن يكمل حديثه. ومع ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم منصتا طيلة الحديث ويسمع بغاية الاهتمام دون مقاطعة أو إسكات لعتبة أو احتقار أو تكذيب له أو قيام عنه. ولم يكتفي عليه السلام بذلك، إنما قال له بعد أن فرغ عتبة من حديثه: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. وهنا تلحظ الأدب النبوي العظيم، فلم يبدأ عليه السلام حديثه بمجرد سكوت عتبة، وإنما سأله حتى يطمئن إلى أنه قد أفرغ ما في جعبته، وأنه قد أخذ فرصته كاملة، لربما يكون قد نسي شيئاً وغفل عنه. فلما استيقن عليه السلام من فراغه مما لديه بدأ التلاوة، وهذا قمة الأدب وغاية الذوق، حيث هيأ الطرف الآخر للاستماع، ثم لما انتهى سجد وقال لعتبة: قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وذاك، أي أنت وما تختاره. فلم يفرض عليه أمراً معيناً، وإنما وكله إلى عقله. فماذا كان من عتبة لما قوبل بهذا الأدب الرفيع، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه في أول الحوار وآخره بهذا الخطاب الراقي: يا أبا الوليد؟ ولا شك أن مناداة الإنسان بكنيته معنى محبب للنفس لما فيه من التقرب والتآلف والإشعار بالرضا. فماذا كان من عتبة؟ لقد أثرت فيه تلك المعاملة، وتسلل ذلك الخطاب العالي إلى سويداء قلبه، فرجع إلى قومه متثاقل الخطى متأثراً بما سمع، فقرأ أصحابه التغير في قسمات وجهه، جاء إليهم وقال لهم ما قال، وصار يدعوهم إلى الحياد في شأنه. فإن ظهر وعز فذلك له ولقومه، وإن ظهر عليه العرب فقد كفي قومه حربه. لذلك قال له قومه: لقد سحرك يا أبا الوليد. فهذا الموقف العظيم يحمل في طياته دروسا وعبرا، وهي أن يحسن المحاور الاستماع ويصبر على صاحبه، ثم يجيب بلغة الواثق الهادئ للمتزعزع المتضعضع المضطرب. وقد جاء في صحيح البخاري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم الذي دعاه فيه إلى الإسلام، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين والأتباع. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله،
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فمن آداب الحوار النبوي مع الآخرين الاستماع والمناقشة وإنزال الناس منازلهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعتبة: أفرغت يا أبا الوليد؟ وقال لهرقل ملك الروم النصراني: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وذلك الأدب النبوي في الحوار أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. ومن ثم فعلى المحاور والداعية أن لا يعتدي في وصف محاوره ومخالفه ومن يدعوه بالجهل والسفه وغير ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي. لا شك أن الحوار في عصرنا الحاضر استجدت له وسائل حديثة لم تكن موجودة من قبل، جعلته أكثر انتشارا وأعظم أثرا، وهذا يجعلنا نؤكد على التزامنا بالهدي النبوي في الحوار مع الكبير والصغير والمسلم والكافر والمطيع والعاصي والموافق والمخالف، ليكون بابا يدخل الناس منه إلى الحق ويسارعون إلى الخير، ونعالج به كثيرا من اختلافاتنا ونصون به إخوتنا. والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور الإمام أحمد إمام، للتعقيب على هذه النماذج المشرقة على إمام، لكنه أخفى صفة من صفاته هو دكتور، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. في البداية أود أن أبين لست دكتورا كاملا على مشارف الدكتوراه، وأيضا لم أكن مبرمجا في تعقيب هذه المحاضرة كاملا. نعم، وأذكر بعض النقاط المهمة في الحوار خاصة في المنهج السنة النبوية. نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أسلوب الحوار في مجال التعليم وقضايا التعليم، يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس أمور دينهم وما ينبغي أن تكون عليه عبادتهم من خلال الحوار. وتعلمون الحديث المسيء صلاته، فقد صلى صلاة خفيفة موجزة لاطمئنان فيها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل ذلك 3 مرات، فقال: كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الصلاة بيانا بالقول، وكان هذا البيان هو الذي استنبط منه العلماء فرائض الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم سجد حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده يصلي بالناس، فدخل في الصلاة فعطس في أثناء الصلاة فحمد الله تعالى، فالتفت إليه الصحابة يزلقونه بأبصارهم ينبهونه على أن الصلاة لا كلام فيها ولا حديث، فقال: واثكل أمي إياه، فما لكم تصمتونني؟ يعني فضربوا بأفخاذهم، قال: واثكل أمي إياه، ما لكم تصمتونني؟ وعهده بالصلاة في أول الإسلام أنه يباح فيها الكلام. ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. القنوت هنا معنى السكوت. فيقول هذا الصحابي رضي الله عنه عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه بعد الصلاة، قال: بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، فوالله ما قهرني ولا كهرني. عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقربه منه وبين له أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر وتلاوة القرآن. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الحوارات مسائل مهمة ينبغي أن يكون عليه المسلم في أمر دينه ودنياه. كما أنه صلى الله عليه وسلم أيضا
كان في تعامله مع الناس أيضا يراعي ما يسمى اليوم بنفسية المحاور ومنزلته ودرجته. فتعلمون في السيرة النبوية قصة ثمامة بن أثال الذي أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد العمرة، فجيء به وربط بسارية من سواري المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ثمامة بن أثال ويعرف أنه سيد أهل اليمامة، فكان يعرض عليه الإسلام، فيجيبه ثمامة بخصال ثلاث: إن تنعم تنعم على شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تسأل المال تعطى. هذه عروض يعرضها هذا الكافر يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان يريد المال يعطى منه الشيء الكثير، إن تقتل تقتل ذا دم، تقتل شخصية كبيرة لها منزلة عظيمة، إن تنعم تنعم على شاكر. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه خلال ثلاث ليال ثم أطلقه بعد ذلك. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم منزلته، فكان ذلك التعامل الإيجابي مع ثمامة سببا في إسلامه. فانطلق ثمامة إلى نخيل قرب المدينة قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل وشهد شهادة الحق وأعلن الإسلام. يعني هذا التعامل، هذا الحوار الهادئ الذي لا توتر فيه ولا تشنج، أثمر هذه الثمرة الإيجابية. بل وأعظم من ذلك أن ثمامة قدم مكة يريد العمرة، فقال له المشركون في مكة: لقد صبأت. قال: لا، ما صبأت، ولكني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا يصلكم، لا تصلكم حبة حنطة من اليمامة. فضرب عليهم حصارا اقتصاديا، فصاروا يستشعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرسلون إليه يطلبون منه أن يفك عنه هذا الحصار المادي. فقالوا: ناشدناك الله الرحيم. فأرسل إليه فأطلق لهم الميرة. فهذا التعامل الطيب الإيجابي، هذه النماذج المشرقة من السنة النبوية تنبئنا أن هذا الحوار هو علاج لكل المشاكل، علاج لكل مشاكل الحياة بجميع نواحيها. فلذلك يبقى الحوار وسيلة مهمة لا غنى عنها، وتبقى الاستضاءة بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار أمرا ضروريا. فكل المفكرين يقتبسون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بأبي وأمي هو القدوة الحسنة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا أريد أن أطيل عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في نصف الدكتور ونصف المعلق أشكر معنا، بارك الله فيك. النماذج المشرقة كثيرة في حوارات النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منها ذكره هنا من باب التكرار. الحمد لله، هذا بستانكم، بستان الأئمة والدعاة. نعم، يكون الحوار ويكون مع القوة، يعني ما هو الحوار لا يعد حد ضعيف. والله النبي صلى الله عليه وسلم حوار مع عمير بن وهب وإظهار الدسائس والخسائس، ولكن اللي ماشي بها أصلا النبي صلى الله عليه وسلم الآن في موقع القوة، وجاي عمير وبين يديه وفات له عمر، فات حكم لبه حكم تلبيف تهزه، قال: والله إنك لرجل سوء ما جئت إلا لشر. وهزوا الإنسان وجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أصله عنك، خلاص خليه. النبي صلى الله عليه وسلم حاوروا: ما الذي جاء بك؟ جاء بالأسير الذي عندكم؟ جاء بالأسير الذي عندكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أنه ما يحاوروا أنه ما يقنعوا، لكن هذا الحوار يعني هيأه هو وساعده على أن عجل بإعلان الشهادة، ولم يخبره مباشرة، إنما سأله: ما الذي جاء بك؟ أو ما جلس؟ أو ذلك فقط؟ ما بال السيف قبحها الله وهل أغنت عنها يوم بدر؟
بل جلست أنت وصفوان في ظل الكعبة تحدثتما وقلت أنت لولا دين علي وقال هو أنا فأعلن الشهادة. يعني يسلم يحاور وهو الآن في موقع قوة. ما هو نقول المحاور معناها هذا اللي ضعيف ما عنده إلا وسيلة الحوار بس، لا، حتى تكون قويا فخاطب الناس وحاور الناس لتصل إلى القلوب، يكون هذا الإسلام ليس معه التفاتة. يعني الرجل خلاص وضاح له كل شيء، يعني والنماذج كثيرة في 10 دقائق للتعليق تعقيب انتهى، 10 دقائق للتعليق إذا كان ما في معلق، الأستاذ موجود صاحب العنصر الآخر. الآن الكفار عبارة عن مجتمعات وأنظمة، المجتمعات مفتوحة، صحيح أنها يشتغلوا فيها أصحاب العقائد ويضطروها ووسائل الإعلام اللي خاضعة لليهود تأطرهم وتغرس فيهم المفاهيم وفعلا مأثرة فيهم، اللي الأمور اللي تقريهم مساء وصباحا ترسخ فيهم، غير المجتمعات الغربية تظل مفتوحة، ولذلك الإسلام فيهم يتمدد باستمرار، ويعني مهما فعلوا الإسلام يتمدد، لأنه الإنسان الغربي يعني إنسان منفتح ويناقش ويحاور، وهذا هو المجال المفتوح تماماً أمام المسلمين، والحوار فيه ناجح. فيه الدول الغربية مبرمجة، معناها عندها سياسات ثابتة يتوارثها الأول منهم عن يورثها للآخر والأخير يورثها عن الأول. سياساتهم مبرمجة بمعنى أنهم هم ضد أن يكون المسلمون أقوياء، ضد أن يكون أن يتمسك المسلمون بدينهم، ضد أن تتمسك أن يتمسك المسلمون بأخلاقهم، ضد حتى أن نستقل، هم ضد أنه نعود أقوياء اقتصادية. مصر اتفاقية مع أمريكا تلزمها عن الزراعة مساحة محدودة ما تزيد، لأن زيادة المساحة يضر بالمزارعين الأمريكيين اللي يبيعوا القمح، فزراعة القمح فهذا محدود ما يقدر يزيد عليه. القوة ممنوعة، هما الدولة المحبوبة عندهم اللي مثلا هي جبار الصديق، الفقيرة المتسولة اللي فيها النزاعات هذا هي حبيبة، لا يبغون بها بديلا. فهما هاي الأنظمة صعبة لأنها لا تريد أن نكون أقوياء ولا أغنياء ولا حتى ولا متحدين، لأن هذا كله مول مصالح هاي الأنظمة، ولكن الحوار معهم صعب جدا. الحوار معهم يعني الواحد كيف الإيرانيين الشيعة سابقة إيراني بعد ماني، لكنهم تركوا نموذج في الحوار أحمد وزيد باطل لا شك أني ذكرتهم، كانوا في مجال المفاوضة، هذا مثل الرجال انتزع حقه وحورب وحوصر وعاد يناقش إياك يحصل على، فهم يقول شوف نحن نستفيد منكم، نحن أنتم فعلا نحن ضد السنة، نحن ضد المتطرفين، نحن كلنا يعني ما بيننا مشكلة، فهم يتحاوروا معهم ليسمحوا لهم بأمور هم أصلا العالم كان عنده فيها الحق. فالأنظمة الحوار معها صعب لأن هي مبرمجة، هي عندها أمور ثابتة لا تتغير، الناس الأخرى تخدع فقط، الناس الأخرى تستغل. نحن ضد الإرهاب، أنت ضد الإرهاب، إذا نحن أحباب في هذا المجال، نحن ضد الإسلاميين، أنت ضدهم، نحن أحباب في هذا المجال، فهم عدالتهم أي الأنظمة. لكن المجتمعات مفتوحة للحوار، حوار الحضارات في بعض العقلاء فعلا مهم عندهم انه الناس تتفاهم، لكن هذا كلام الناس اللي ليس بيدها سلاح وليس بيدها نظام. الأنظمة الغربية المتسلطة المتجبرة لا تحاور احدا، تريد ان تحكم. قبل ايام قريت عن الزنداني قرأ انه قال انه الان
أمريكا يبدأ فيه شنو قالوا العصر الجديد 2015، معناها بعد فترة تعود غير صالحة للسكن. المخططات هو إنه كيف نحتل المناطق الثانية إذا وقعت فيها حروب، هذه وسيلة الاحتلال. مثلاً السفير الأمريكي يصدر يقعد بواه، فهم يبحثوا عن مكان ما فيه ثلوج. لا، هذا هو تفكيرهم، فهو تفكير مبرمج. حوار معه لا تسمحون بكذا، ما تسمحون بكذا. لكن المجتمعات الغربية مفتوحة. السلام عليكم. موضوع أساليب وشروط الحوار مع الشيعة في عرض 30 دقيقة. سأل الله خيرا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بيده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا أعتذر لكم، وأعتذر للإخوة المشرفين على هذا اللقاء الطيب عن عدم كتابتي لما أريد أن أقوله، وكان ينبغي أن يكون ذلك أبلغ في توصيل الفكرة وأبلغ في جمع المادة الكافية، ولكن كانت عندي أعذار صحية منعتني من كتابتي الأمر. الموضوع أساليب الحوار مع الشيعة وطرق الحوار. سيد قال أنا أقول المفردات، ذكرت المفردات والشروط. أساليب الحوار مع الشيعة وشروط الحوار. الإخوة قبلي، خاصة الشيخ محمد الأمين المزيد حفظه الله، تكلموا عن الإطار النظري للحوار بشكل عام بغض النظر عن شخص المحاور. يعني هناك قواعد عامة تحكم عملية الحوار بغض النظر عن شخص المحاور. هناك أدبيات، هناك أخلاق، هناك حجج، هذه بشكل عام لا يختلف فيها، لا تختلف من محاور إلى محاور. وهناك بعض التعديلات وبعض الأمور تتغير بحسب الزمان والمكان وبحسب طبيعة المحاور، هل هو معاند، هل هو غير ذلك، فتتغير هذه الأساليب من مكان. لذلك نحن نحتاج إلى أن نتكلم عن الشيعة بشكل أخص، وإن كنت لم أعد العدة لذلك الكافية، لكن لعل في مداخلاتكم إن شاء الله ما يزيد الموضوع. وسنتكلم عن بعض الأمور المتعلقة بالحوار عموما، مما وفيه تعميق لما ذكره الإخوة قبل. الأصل في الحوار أن يكون بين مختلفين، هذا يجرنا إلى الكلام عن الحوار. حقيقة الحوار لفظ الآن صار له دلالة مختلفة عن دلالة الوضعية. دلالة الوضعية أن الإنسان يتحدث مع شخص، يتحدث مع آخر فقط بغض النظر عن موضوع الحديث، هل هو وفاق أو خلاف. أما في اصطلاح الذي صار سائرا على ألسنة الناس وفي عرف خطابهم، فيكاد يكون مراده الحجاج والمناظرة والجدال، يكاد يكون هكذا. ونحن نعلم من شريعتنا ونعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأساليب التي انتهجها في دعوته أنه لم يتخذ دائما أسلوب الإقناع والحجة مع كل الناس، بل كانت له أساليب، كان يستخدم الحجة مع من؟ مع المنكرين ممن يتمسكون بشبه ليدحض هذه الشبه، وكان يستخدم أساليب أخرى مع آخرين من المعاندين. تحتاج إلى آخر جزء من عملية الحوار بالمفهوم الشرعي للحوار. ولذلك نجد في تطبيقات علماء الإسلام خلال القرون المختلفة لهذه القضية، نجد أن هناك أن هذين الأسلوبين كانا حاضرين في معاملة علماء الإسلام مع مخالفيهم من الفرق التي يرون بحكم الشريعة أنها ضالة وأنها منحرفة عن الشريعة. فقد اختلفت أسلوب التعاطي معهم بحسب مستوى العناد ومستوى الإنكار عند هؤلاء المخاطبين. ويحضرني هنا مثالان، وكلاهما متعلق بجماعة منحرفة عن الجادة من أشهر الجماعات المنحرفة عن جادة أهل السنة والجماعة. عندما حكم العبيديون تونس بالحديد والنار
ونحن لا نعرف في العصر الحديث إلا حكم بن علي وبورقيبة، ولكننا لو قرأنا التاريخ لرأينا أن حكم العبيديين لتونس كان أعظم وأخطر، وكان التنكيل فيها شد وتكميم الأفواه فيها شد مما حصل في العهدين السابقين. عهد إذا قرأنا في كتب التاريخ خاصة تواريخ أعلام الأندلس أعلام تونس ككتاب المالكي رياض النفوس، سنجد أن هناك أن كان هناك كل الأساليب التي نشهدها من منعهم من المنابر، منعهم من الإمامة، منعهم من التدريس حتى في بيوتهم. كان الطلبة يأتون إلى شيوخ بن أبي زيد، يأتون لشيوخهم وهم يخبئون الأوراق بينهم وبين ثيابهم حتى تبتل من شدة القمع، وكانوا يمنعون من إظهار التردي على الصحابة رضي الله عنهم، ويشهر في المنابر سب الصحابة رضي الله عنهم. كيف واجه علماء هذه الموجة الطاغية؟ والرفض هنا والتشيع ليس تشيعا غازيا لبلد يحكمه الإسلام وأغلبيته من أهل السنة، وإنما هو بلد يحكمه هؤلاء. عندما حصل ذلك وقف علماء المالكية صفا واحدا، بعض علماء الحنفية صانع وداهم، ولكن علماء المالكية في تونس وقفوا صفا واحدا أمام هؤلاء وواجههم ومنع وأفتوا الفتاوى الظاهرة في كفرهم وردتهم وبعدهم عن الإسلام وفي وجوب منابذتهم وتحريم عيادتهم وشهود جنائزهم والصلاة خلالهم، قاطعهم مقاطعة تامة. هذا أسلوب. وفي أثناء هذه المقاطعة حصل مناظرتهم أيضا بالحجة، وكان هناك كبار اشتهرت مناظراتهم وبعضها مدون في الكتب كابن بكر بن اللباد وكابن التبان وكابن عثمان بإسحاق السبائي وغيرهم. هؤلاء أئمة كبار ومناظراتهم ما زال موجود بعضها مدون، كان فيها حجاج لهم وإقناع وقمع بالحجة، بالإضافة إلى الموقف الحازم أيضا منهم من البعد عنه. هناك موقف آخر عندما يكون أهل السنة أهل القوة وأهل المنعة، ويكون الحجة قائمة بالعلماء إذا ظهر بعضه البدع ممن يخشى أن يخدع بهم العامة، فهناك أسلوب آخر وهو منعهم من إظهار بدعهم إذا كانوا عندهم حجة وشبهة، العلماء موجودون يناظرونهم. أما أن ينشروا شبههم ويتلقفها العوام، فالعوام ليس عندهم قدرة على التمييز وليس عندهم قدرة على الحجاج، ولا يقال هؤلاء يتركونا معهم ونحاولهم ونقنعهم الحجة بالحجة العوام، إنما يقنعهم من كان أقرب، من استطاع تركيب الحجج بطريقة تشبه عقولهم، وليس من استطاع تركيب الحجج بصفة صحيحة منطقية سليمة. في عهد قبل هذا، قبل الذي كنا نذكره في تونس أيضا، كان هناك رباضية صفرية كانت حلقهم موجودة في مسجد الجامع في جوامع تونس والقيروان. فعندما حكم تولى الإمام سحنون القضاء، كان أول ما بدأ به أن فرق هؤلاء ومنعهم من التجمع في المساجد. هذا ليس مصادرة لحريات الناس، ولكنه حفظ لحريات الناس وحفظ لدين الناس وأخلاق الناس. وهنا نقول إن موضوع الحوار ينبغي أن لا يكون جامدا، وأن يكون مرنا ويعطي لكل حالة ما يناسبها. فإذا تكلمنا عن الحوار فلا يعني ذلك أننا نترك المسلمين كلام مباحا لمن يريد أن يبث فيهم بدعة أو ينشر فيهم شبهة أو يغرر بهم أو يشتري ضمائرهم بمكسب مادي عاجل، كما هو أسلوب الشيعة في عصرنا وقد بدأت بوادرهم تدخل وتغزو بلادنا، فينبغي التنبه لذلك. أما من كان عنده شبهة فعلا فهذا ينبغي أن يتصدى له العلماء، وهذا ما أشار إليه الأخ إبراهيم، أشار إلى أن هناك صفات ينبغي أن تكون في المناظر وصفات ينبغي أن تكون في المحاور، وليس ولا ينبغي أن يكون كلنا كل المسلمين في مقام الحوار وفي مقام الجدال، بل إن كثير من علماء الإسلام كانوا يبتعدون عن الوقوف في مواقف المناظرة مع أهل البدع، يخشون أن يؤتى الإسلام من قبلهم وأن تكون حجتهم أضعف من حجج أهل البدع، فيكون ذلك مغمزا في الدين وضعفا فيه. ينبغي أن لا يكون كل واحد منا ينصب نفسه مجادلا عن الإسلام
بمعنى مناظر، خاصة في القنوات وخاصة في الإذاعات وفي المشاهد العامة، لأن هناك صفات في المحاور، وينبغي أن يختار علماء الإسلام في كل فرقة من هو مؤهل ومن فيه الصفات الكافية علما وفهما وحصافة ومعرفة، حتى يكون فعلا شخص ممكن. وهناك تجارب معاصرة مشرقة في هذا المجال، وهذا فيه لعل فيه رد على أو إجابة لطلب بعض الإخوة من طلبة أن يكون هناك حديث عن النماذج المعاصرة للحوار.